اليوم راح احكي عن سولانا لان مستقبلهم ممكن يكون اكبر من المتوقع، بس ايضا قبلها راح اتكلم عن اللي صار البارحه بالسوق والهبوط بالاسواق واسبابه. هاي الحلقه برعايه الجروب التليجرام اللي سويته، هذا اسمه، اذا تريدون انضموا اليه ممكن بالمستقبل نتكلم عن مشاريع ما اقدر اتكلم عليها انا، وايضا خلي يكون مكان يعني للنخبه على الاقل. يمكن على المستقبل انا اسوي برايفت وباشتراك، فلحقوا اشتركوا بلاش. حاليا اعتبروه يعني كافيه اونلاين تسولفون بيه على الكريبتو ونشوف بعدين شو يصير. وايضا هذا الجروب الوحيد اللي عندي، ما عندي اي جروب ثاني، اي واحد حاط اسمي وصورتي وهاي شغلات ما له علاقه بيها. البارحه صار هبوط قوي بالسوق كله بقياده بيتكوين وايثر. السبب الرئيسي للهبوط هو هبوط الاسهم، سوق الاسهم بشكل عام، لان ارقام تضخم اجت اكثر من المتوقع. هذا خوف السوق من موضوع رجوع التضخم مره اخرى، بس اللي يقول هذا بير ماركت فهو امي مال الكريبتو. مثل ما تعرفون هذا الشيء ممكن يعني انه الفدرالي بقياده جيروم باول يبقي الفائده مثل ما هي ويمكن يزيد، ما اتوقع يزيد، رغم انه اقترح انه يبدون هاي السنه بتخفيض الفائده. اللي ما يعرف الفائده من تنزل زين الاسواق لانه القروض تصير ارخص لان نسبه الفائده اقل، ويحرك السوق بشكل ايجابي، الناس ما تخاف تشتري وتستثمر وتشغل فلوسها بدل ما يحطوها بالبنك. ايضا عندنا الصين ثبتوا الفائده، هذا ممكن يكون ايضا سبب اخر للهبوط. كان متوقع بنسبه 75% يصير تخفيض الفائده بامريكا الشهر السادس، بس الان هاي النسبه نزلت الى 60%، هذا شويه ازعج السوق. السبب الاخر هو انه بيتكوين دي يصعد بشكل كبير جدا ويوميا يكسر ارقام قياسيه بسبب الاي تي افات من الشركات الضخمه مثل فيدلتي وبلاك روك وبقيه الصناديق اللي وافقوا عليها الاس اي سي سكيورتي اند اكسشينج كوميشن قبل اكثر من شهر، وعلق السوق. وهاي الصناديق دا تضيف بيتكوين بشكل خيالي. ف يعني كل مره يصير صعود ضخم يصير هبوط، لان اكو ناس تريد تجمع ارباح، وكل ناس تخاف من اخبار مثل التضخم، وكل ناس يبيعون وينتظروكم انتم تبيعون حتى يرجعون يشترون ارخص. ترى البيتكوين الان جد بين ال 66 67 و 70 الف تقريبا، ضعف اللي كان قبل شهرين ثلاثه، على الاقل 75% اكثر. توقعات بعض المحللين يقولون يعني يمكن ينزل 60 الف قبل ما يرجع يصعد القمه القياسيه الجديده. لما يوصل البيتكوين ارقام قياسيه وراها تجي ترجحات اكيد. انا شخصيا مناني ابيع وانتظر هبوط، حاليا اشوف هذا الموضوع راح ينسي، لان ارقام تقول غير شيء. عندنا المعدنين بيوم واحد عدنا 900 بيتكوين، بالمقابل محفظه واحده اللي هاي تشتري يوميه ب 100 بيتكوين اشترت 900 بيتكوين نفس اليوم، وبعدنا ما نعرف مالت منها. قطر، سعوديه، كوريا، ايلون ماسك، يعني هاي فرصه للحيتان. تخيلوا هسه مايكل سيلر ايش راح يسوي. ايضا عامل نفسي كلش مهم، فكروا بيها، منو من عندنا فكر بالتقارير مال التضخم لما بدا البيتكوين يصعد؟ كلنا نسيناها. تاثير موضوع ارقام الاقتصاديه ممكن يكون جدا نسبي ووقتي، لان لما تصير حركه الناس تنسى وتشتري. ايضا عندنا الايثر نزل، هذا ممكن مثل ما توقعنا بسبب موضوع بيع الخبر اللي ممكن يكون هو موضوع تحديث دانكن اللي بدا والناس قالت خلاص ماكو شيء بعد. انا صار الموضوع انتهى لانه ايثر عندهم دافع اقوى، هو موضوع الاي تي اف اللي مقدمين عليها بلاك روك وفيدلتي وغيرهم، هذا دافع اكبر مهم. بس ايضا اذا دانكن منزل اجور المعاملات الغاز اشوف هذا سيء لهم، لانه للي ما عندهم مئات الايثر ما يصرف لهم استعمال الايثر. الغاز غالي كلش، يعني عندي بعده محافظ كميات زينه بس ما اقدر استعملها لانه الغاز ياكل الكميه هاي. فهذا يجيبنا للنجم الساطع اللي ما تاثر هو بهذا الهبوط، بالعكس صعد، سولانا. سولانا كانت ساكتة فترة الصعود هاي يعني غير مشاريع، بس الآن انطلقت لأن كل شيء بيها ممتاز. ولا تنسون سولانا زادت أضعاف بفترة وجيزة جدا، عندنا أسعار التعاملات قليلة، التوسع سهل، كل الميم كوين هسه عليها وديسون يعني شغل كلش كبير، الترانزاكشن عليها كلش كلش ضخمة أكثر من كل العملات، الـ NFT أكثر من حتى إيثيريوم، العملات الميم الضخمة هسه يمهم، العملات المستقرة أكثر من إيثيريوم. شبكة كلش تسهل الأمور للمطورين وعليهم موجودة هواية مشاريع، يعني كل شيء يقول سولانا ما تتوقف. هي حتى الآن بعيدة عن رقم القياسي مالتها 254، بس طبعا لا تعتمدون على كلامي، فقط هذا رأيي. المنطق يقول سولانا تتجه لتجاوز BNB اللي أيضا تصعد، راقبوها. بس سولانا تقترب ومثل ما عبرتها من قبل عبرت BNB ممكن تسويها مرة أخرى، ويمكن تعبر حتى الإيثيريوم بالمستقبل. المستقبل هذا مو بعيد إذا استمروا بهذا الشكل، فخلينا نشوف.
خلاص اذا عجبكم المحتوى سووا لنا لايك واشتركوا، ولا تنسوا تتابعون قناتي الثانيه كريبتو بابل اللي بيها اخبار اكثر وباختصار اكثر، ونجاوب اسئله ونعطي جوائز ايضا. وشكرا للدعم الدائم والتوفيق للجميع.